السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أحمد موسى، كل حاجة والعكس مع بعض في حلقة واحدة. أحمد موسى طالع يقول للناس الوضع في مصر والعالم صعب ورايحين للأصعب، وبالفعل إحنا رايحين للأصعب. أحمد موسى ما بيقولش كلام من دماغه، أحمد موسى اللي بيتقال له بيقوله، أحمد موسى اللي جاي صعب على الناس رغم إن الوضع الحالي صعب، لكن اللي جاي أصعب 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 يعني، وكلكم عارفين أكيد ليه يعني. بالنسبة لأحمد موسى زي ما بقول لحضراتكم قال حاجة والعكس، يعني بيقول للناس اربطوا الحزام، وزي عمرو أديب اللي بياكل بالطين ياكل بيضة، وفي نفس الوقت طلع بيقول لك الفيلل في الساحل، الفيلا ب 30 مليون جنيه، فيلل بتاع قرية أبو العينين السياحية، الفيلا ب 30 مليون جنيه، وعندك برضو المتاح لو عايز فيلا ب 2 مليون جنيه هتلاقي، دي حاجات كده سهلة وبسيط. لو أنت حتى معاك 2 مليون عايز فيلا نجيب لك فيلا في الساحل الشمالي. الراجل اللي كان طالع من شويه يقول لك اربط الحزام واللي جاي صعب، وانتوا بتخاطبونا احنا في الناس الغلابه، الناس اللي على قد حالها يعني على قد حالها، بتخاطبونا في الصعب وتخاطبونا نمسك ونقرط فين الحزام هيفرتك، هيعدي من ناحيه الحزام هيخلي الوسط ما فيش، هيعدي من هيفرتك هيقسم واحد نصين، نص فوق نص تحت. وطلعت تقول لي قريه ومش قريه ب 30 مليون، 30 مليون ايه يا احمد يا موسى؟ عيب عيب يا جماعه، اللي اقسم بالله اللي بيحصل على الشاشة ده مهزلة مهزلة، واللي بيحصل بالنسبة في كل المجالات بشكل عام اللي بيحصل في مصر ده أكبر مهزلة في هذا التوقيت في كل المجالات على كل المستويات، سواء برامج التوك شو، البرامج الرياضية، التوك شو الرياضي، التوك شو في كل حاجة، عمرو موسى اسمه آسف، عمرو أديب، أحمد موسى، كلها مهزلة، اللي بيحصل مهزلة، ربنا يعدينا منها على خير، اللهم أمين يا رب العالمين. كنت بتكلم مع حضراتكم اليوم أو أمس يعني عن محمد رضا بوبو ونادي الزمالك داخل في القصة، لكن النادي الأهلي بنسبة 85% حسم القصة وحصل على توقيع اللاعب وداخل في مفاوضات مع النادي فيوتشر، طبعا المفاوضات متقدمة مع نادي فيوتشر لإنهاء انتقال اللاعب محمد رضا بوبو إلى النادي الأهلي. عبد الناصر زيدان بعد مرتضى منصور ما تنازل او اعلن هكذا مرتضى منصور على قناه نادي الزمالك انه تنازل عن القضايا اللي تخص عبد الناصر زيدان، عبد الناصر زيدان قال لك استراحه محارب بقى، هوب عبد الناصر زيدان النهارده بعد يومين من ان مرتضى منصور تنازل على القضايا وقال الامور تمام ومسامحك وبتاع وتمام التمام، النهارده عبد الناصر زيدان بيعلن تعاقده مع قناه الشمس اللي بيظهر عليها مجدي عبد الغني، وزعل من المناسبه برضه احمد سعيد اللي هو الاعلام الاهلاوي يعني بيعلن قال لك واستخرنا الله، ده عبد الناصر زيدان، واستخرنا الله وكان هذا الاختبار صفحه جديده من حياتي الاعلاميه، وكان هذا الاختيار واستخرنا الله، واستخرنا الله وكان هذا الاختيار صفحه جديده من حياتي الاعلاميه ابداها مع شبكه تلفزيون الشمس للكابتن سعد عزيز عليه قال الشمس تجمعنا على مدار 3 أيام أسبوعيا الأربعاء والخميس والجمعة الساعة 11 مساء، شكرا للإعلامي أحمد الدريدي العضو المنتدب ورئيس قناة الشمس، وبإذن الله تكون تجربة ناجحة. طبعا أتمنى التوفيق للجميع وإنه يشتغل بحيادية وإنصاف، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه بعد مرتضى منصور ما قال له هو عجيب سيرة نادي الزمالك ولا تتناول شيء يخص نادي الزمالك، ماذا سيتناول الأستاذ عبد الناصر زيدان على قناة الشمس؟ ده واحد. الحاجة التانية والمفروض انها تكون الأولى، هل معنى اللي بيحدث في الوسط الرياضي المصري واللي بيحصل في مصر بشكل عام أي حد مرتضى منصور عنده عداء معاه حاله يتوقف؟ هكذا هو المعلن بعد الكلام، يعني أبو المعطي زكي ممنوع يظهر إلا ضيف في حلقات نادرة كل سنة وسنة، عبد الناصر زيدان كان ممنوع من الإعلام والبرامج ولحد ما تم التنازل لمرتضى منصور، هكذا الاعلام، هكذا مرتضى منصور مسيطر على كل شيء في الاعلام الرياضي بشكل عام، يعني شيء بشع اللي بيحصل في الوسط الرياضي.
نادي المقاولين العرب بيطلب من رابطة الأندية مراقبة الجولات الأخيرة من الدوري بسبب إيه؟ بسبب التفويت. لما بنتكلم عن التفويت الناس بتزعل، أنا بتكلم كجمهور، فما بالك بقى لما يكون مسؤولين بيتكلموا عن هو حقهم، هو خايف على نفسه من الهبوط وعايز المباريات تلعب في توقيت واحد ويبقى في مراقبة للحفاظ على حقوق الأندية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. لكن بقى على عينك يا تاجر، لما بنقول فلان فوت لعلانه يقول لك لا ما بيحصلش. ادي نادي سموحه من بعد مباراه النادي الاهلي لعب وكسب، بعدها تقريبا اتعادل بعد مباراه الزمالك انكسح من الزمالك، سموحه عمال حالته تتدهور، ووليد عرفات رئيس نادي سموحه بيخصم من اللعيبه وبيهدد اللعيبه ومبسوط. وانا قبل مباراه الزمالك قلت اصبروا ما تجددوش لعب حميد بسيوني، لكن مجدده عبد الحميد بسيوني لعب المباراه بسم الله ما شاء الله بكل الاريحيه. وطبعا في مفاوضات كثيره من نادي الزمالك، لعيب سموحه زي مروان حمدي يرجع، اللاعب عبد الكبير الوادي، زي ما شفنا كنا اتكلمنا عن ان منتخب مصر هيلعب مباراتين مع بلجيكا والامارات في الامارات. بعض الانباء بتتكلم عن ان منتخب مصر ربما يواجه النيجر والسودان في سبتمبر. هل مباراه بلجيكا زي اتلغت زي مباراه الارجنتين ايضا؟ والمدير الفني فيتوريا مش عايز يبدا مباريات كبيره وعاوز يبدا بشكل تدريجي، هننتظر وهنشوف. انباء كثيره بخصوص احمد ابراهيم عادل واللاعب محمد حمدي وابراهيم عادل محمد اسامه جلال، ارقام كثيره. ما بالك كان الاول بيقول لك 11.5 مليون، طلع الكلام 8.5 مليون للثلاثي، وابراهيم عادل بيرمس عايز 5 مليون او 4 مليون، وانا جيت ادفع 4 مليون 5 مليون في لاعب عنده لسه الله اعلم ممكن يتطور ولا يمكن يوصل للنادي الاهلي وممكن يندمج مع النادي الاهلي. يعني لما اجيب ال 4 مليون دول يجيبوا لي اسم كبير، لاعب اسم كبير على مستوى العالم، لاعب في الثلاثينات اسم كبير، ممكن ينقل 4 مليون دولار، ينقلك نقله ثانيه يعني، سواء كاسم والتسويق. وال 4 مليون انتوا بتهزروا؟ ده احنا بنتكلم في لعيبه بتاخد يعني. شوف نونز كان في الماريا بياخد كام، ولما راح بنفيكا اساسا كان بياخد كام، وغيره من اللعيبه، لعيبه كتير في على مستوى العالم في البرتغال وفي هذه مستوى اللي انت بتاخده في مصر. اللعيبه اللي بتاخده في مصر ما يحلموش ياخدوا نصه هناك في البرتغال، ها كلعيبه. لكن زي ما قلت لحضراتكم اللاعب متمرد، لكن طلع اللي هو مدرب المساعد محمود فتح الله قال لك لا ده اللي عنده اصابه خفيفه، وطبعا بيبقى فيه كده، واي نادي بيبقى فيه كلام من هذا القبيل. يعني بالنسبه للنادي الاهلي زي ما انتم عارفين تقدم شكوى لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم ضد مرتضى منصور. هل اي حد في الاتحاد المصري لكره القدم عنده الجراه انه يفتح تحقيق مع مرتضى منصور، وما هي العقوبات؟ طبعا قبل كده كان هاي ايام في 2019 اتوقف مش عارف كام ماتش، والراجل حلف بالطلاق لا يروح الماتش وراح الماتش الاخ، تحدى الجميع طبعا. لكن هل هنشوف اي عقوبات على مرتضى منصور؟ وكان مرتضى منصور اشتكى طبعا في لجنه الانضباط الكابتن سيد عبد الحفيظ بسبب فيديو اللي تم حذفه اللي ما فيهوش فيه اي حاجه ولا في اي لفظ خارج مقارنه باللي بيعمله، ولا في اي اسم حد تم الاهانه او اهانته في هذا الفيديو يعني. لكن هننتظر وهنشوف ماذا سيحدث. علاء وحيد بيظهر مع هاني حتحوت المثير للجدل في الاونه الاخيره. قبل ما اتكلم عن علاء وحيد، هاني حتحوت توجه رساله. طبعا انتوا عارفين كابتن محمود الخطيب ثلاث هاشتاجات ترند رقم واحد في مصر الثلاثه، الخطيب الصوره المصريه، الخطيب محبوب الجماهير، الخطيب الاسطوره المصريه. زي ما في هاشتاج ثالث مش متذكر اسمه حاليا، ثلاث هاشتاجات يعني. هاني حتحوت بيتكلم بيوجه رساله لمرتضى منصور وبيقول له انت عارف ان انا بحترمك، انت عارف ان انا، اما هو لازم اي حد كخوف هنعمل ايه يا رب. والله وهو معذور على فكره يعني، هاني حتحوت معذور واي حد معذور. انا شفت جماعه مجدي عبد الغني اللي فرد عضلاته على واحد في الامن وكان شاب، طلع المذيع قال لها مرتضى منصور ما برتقدش نادي الزمالك عشان بخاف، قال لها هل خوف من قال لها خوف من مرتضى منصور. فمع احترامنا لهاني حتحوت فلازم يبدا، انا انت عارف ان انا بحترمك، انت عارف، بيقول لمرتضى انت عارف ان انا بحترمك، بس برضه في اسر في بتاع، خلي الموضوع في القضاء يعني. وده برضه لمصلحه نادي الزمالك، الزمالك كسبان وخلي الزمالك تركز وبتاع ومش عارف ايه. ده نصيحه هاني حتحوت
هو فكر قبل ما يقول يعني الهجوم كتير وبتاعه، فكر قال لك كان لسه يقول لك التراشق، فافتكر ان ما فيش النادي الاهلي ما قالش حاجه، ما فيش تراشق، فقال لك انت عارف ان انا بحترمك، الهجوم زياده عن اللزوم واسهر ومش عارف ايه يعني. فزي ما بقول حاجه، استمرار لاثاره الجدل جاب علاء وحيد. علاء وحيد اساسا ملوش اي صفه في نادي الاسماعيلي حاليا، والنهارده في مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي اللي هتكون في برج العرب هي مباراه النادي الاهلي، ومحدش مننا قال اشمعنى احنا ما بنلعبش في القاهره يعني، علشان عارفين الامن ما وافقش، احنا طلبنا نلعب والامن ما وافقش. فبالتالي اللي يتكلم في الاسماعيلي يقول لك ما بنلعبش في الاسماعيليه، يجيب عليها ان يجيب موافقه الامن، لو ما قدرش يبقى يسكت خالص يعني. فمحمود وحيد، علاء وحيد اسف، ابتعد، كان متحدث سابق ايام العثمانيين ما كانوا ماسكين الاسماعيلي يعني، فدلوقتي بعد مع يحيى الكون ملوش اي وجود يعني. لكن استمرارا للجدل، الاخ علاء وحيد اللي طالع جايب عصير، جايب مانجا وجايب بطيخ، بيقول لك في سوق العصير والفاكهه اتمنى تفوق المانجا على البطيخ، المانجا على البطيخ. يا اخي اقسم بالله ساعات اقول المانجا باظت والمانجا وبتاع، انا نفسيتي بحس ان انا مش متقبل القصه ان انا بقول على الاسماعيلي مانجا، لكن هو طالع مع هاني حتحوت بيقول لك البطيخ هو الاهلي، قال لك بس هاني حتحوت البطيخ فاكهه يعني، قال له خلاص يبقى الفراوله، ها قال له اه ماشي تمشي كده. شوف احنا وصلنا لحد فين، لما واحد متحسس سابق الاسماعيلي يقول على فرقته المانجا، الكلام اللي بيقوله الجمهور العاديين في التحفيل، في التحفيل. انا بقول لك لما لو قلت مثلا في مره ما بقولها وانا متضايق ان انا بقول حاجه زي كده، ما الاسماعيلي يا عم المشكله، لكن هو طالع يتكلم يقول لك ايه سوق الخضار اتمنى تفوق المانجا على البطيخ، بيشبه النادي الاهلي بالبطيخ يعني، وبيتكلم وهاني حتحوت بيتكلم معاه كان، وهو حتحوت جايبه اساسا علشان البوست اللي كتبه على صفحته على فيسبوك بخصوص هذا المانجا وخصوص هذا الامر يعني. احنا وصلنا لمرحلة صعبة من الاعلام بصراحة، ربنا يعافينا واياكم، اللهم امين يا رب العالمين. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ونتمنى تاني وتالت وعاشر المجلس الاعلى للاعلام يرد على النادي الاهلي في الخطاب اللي بعته اليوم الكابتن محمود غنوة النادي الاهلي لكرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام بخصوص الخطابين والشكاوى اللي اتقدموا يوم 9 و13 من هذا الشهر، ولا حياه ودن من طين وودن من عجين من مجلس اعلى الاعلام. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.